علينا بعض المشايخ يبيحون الاختلاط وبعضهم يبيحون الذهاب إلى السحرة، ما هو السر في تنازل بعض المشايخ عن الأصول؟ هذا سؤال مهم. السر طبعا أولا أنه لا معصوم إلا من عصمه الشرع، هذه قاعدة، يعني يجب أن يستقر في نفوس الجميع أنه ما في أحد معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة مريحة، لأنه بعد ذلك إذا جاء واحد وانتكس وضل وانحرف وزاغ خلاص نقول نسأل الله الثبات ونعتبر، نعتبر يعني نخاف على أنفسنا. ثانيا، إن لهذه الانتكاسات أسباب، منها مثلا الرغبة والرهبة، حب الشهرة، الافتتان، فأحيانا يكون السبب يعني طمع في منصب، طمع في شهرة، طمع في مال، أو خوفا على النفس، خوفا على المنصب، خوفا على ميزة من ميزات الدنيا أن تزول، فيوافق القوم بغرض خبيث أو بكلام باطل. من الأسباب ضعف الإيمان، يعني هو ضعف إيمانه فقبل أن يقول هذا الكلام الباطل، والإيمان يزيد وينقص، فيمكن أن يكون في مدة كان إيمانه قويا فكان يقول الحق، فلما ضعف إيمانه صار يقول الباطل، وهذا واضح الارتباط، ما هو غريب، مفسر. يعني من الأسباب قضية الشبهة، أن تنطلي الشبهة عليه، تلتبس الأمور، ينخدع، يستدرج إلى مصيدة ويقع فيها، والمنافقون من أهل العلمنة يجيدون هذا الآن جدا، وقد احترفوا فيه، احترف المنافقون في قضية استدراج بعض من هو محسوب على الدعاة مثلا إلى مصايد يوقعونهم فيها، ثم تكون قضية التراجع صعبة على النفس وفيها أنفة وفيها كبر النفس، فكيف ترجع؟ أحيانا يصير سبب القول الباطل أو الانتكاس مثلا تشفيا، انتقاما، حقدا على موقف صار له من بعض الأخيار، فانتقم منهم بمخالفتهم، انتقم منهم بمخالفتهم. أحيانا طبعا حب الاشتهار بالمخالفة والشذوذ موجود، نزعة عند بعض النفوس، يعني أحببت أن يذكر الناس ولو باللعنات، يعني المهم أنه يشتهر أن يذكر. لو واحد قوله موافق لقول أهل العلم وقول الجمهور ما في شيء غريب، صح، ما في شيء، لكن لما يجيبها كذا يعني شاذة منفردة خلاص يشتهر، شيء يصير اسمه متناقل. ومن احتراف المنافقين أنهم يسلطون الأضواء على هذا القول ويحتفون بصاحبه، فيحس أن الذي قال سوى إنجاز لأنه طاروا باسمه وفخموه وعظموه، فوافق ذلك لذة وهوى في نفسه. فهذه جملة أسباب يعني تجعل بعض يعني من ينتسب إلى العلم أو الدين أو الدعوة أو تدين يقول كلاما باطلا، وهذه قضية يعني أنه يستدرج فيقع في مصيدة، يعني ينبغي أن يحسب لها حساب كثير في هذه الأيام، لأن هناك جهود مبذولة عليها. فأهل النفاق يعني ما عندهم شيء أفرح يفرحون به أكثر من أن يصيدوا واحد من، يقول ليش
يعني نحن الآن لا شنب ولا لحية ونبغى نتكلم نطعن في الدين، يمكن الناس ما يقبلوا منا، خلها تجي من واحد صاحب لحية. وهذا هو الاحتراف، الاحترافية في الموضوع الآن. ليش يجي الطعن في الدين من واحد صحفي؟ يعني الناس يقولون أنت ايش فاهمك في الدين، ممكن ما يأخذوا منه، ما يكون كلامه له وزن، راح يشوش على بعض الطبقات المثقفة وعلى بعض الناس اللي يعني أصلا عندهم يعني خفة عقل وجهل، فيشوش عليهم بكلام. لكن الآن هو المقصود ضرب القاعدة الدينية، وهذا لا يتم إلا بإيش؟ ناس محسوبين عليها. فما نراه من سقطات من بعض الأشخاص متتابعة، ترى هو وليد جهد، يعني خطط، ما هو شيء اعتباطي، ما هو شيء حدث مثلا عفوي والله أحد زل، لا يا أخي، وراها جهد كبير حتى أوقعوا بفلان، وخطط كثيرة حتى أوقعوا بعلان، ترى فيها شغل. والإتقان هذه قضية احترافية، يتصل عليه فلان ويثني عليه فلان ويكتب عن فلان ويسكر فلان كذا ويقول أنت تقول كذا ولا لا يا شيخ، يعني فيها استدراجات وفيها، وطبعا فيها طمع وفيها ترغيب وفيها إعطاء وفيها إفساح وفيها أشياء كثيرة. ولذلك الضحايا يعني إذا صار لأهل الشر تمكن، ترى سيزيد الضحايا، متوقع سيزيد الضحايا من أهل الخير يعني. طيب ما هو الذي يلزم؟ مزيد من التمسك بالحق، مزيد من نشر الحق، مزيد من الدفاع عن الحق، مزيد من مراغمة أهل الباطل، مزيد من الجهود المبذولة في الميدان. نحن لها إن شاء الله ونتصدى لها، ونحن يعني نقدر على الدخول في هذا الصراع وإثبات يعني أن نري الله من أنفسنا خيرا، نعزم على هذا ونستعين بالله ونتقوى به، وإذا كان معهم الشيطان فمعنا الرحمن، ولا يفوت ذلك في عضدنا. يعني سقط فلان ولا انتكس فلان ولا انحرف فلان ولا قال فلان، إيش يعني في الأخير؟ الحجة الكتاب والسنة، وهذا مبدأ لازم يربى عليه الخلق ويدعى إليه الناس. ترى يا جماعة ما عليك لا كبيرة، الحجة الكتاب والسنة على فهم السلف. طوبى لمن رآني، طوبى لمن رأى من رآني، طوبى لمن رأى من رأى من رآني، خلاص. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فخلاص الحجة واضحة. فالحل أو المواجهة هذه بذل الجهد. ثم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما يمكن يقول لك صار في مد إسلامي، صار في صحوة إسلامية، صار في يقظة إسلامية، بس ما يتركهم الله، لابد أن يبتليهم، يعني هذه من السنن الربانية، ما يتركهم. والله فلان التزم وفلان تدين وفلان جاء وفلان كذا، وزادوا المتدين وزادوا زاد أهل الدين وزادوا طلبة وزادوا، طيب وبعدين؟ لابد من ابتلاء، ما تجي الأمور كذا. ما ليس من عادة الله أن يترك الناس على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لازم، هذه سنة ربانية لازم. يعني ما يجري الآن هو يعني قدر إلهي وحكمة ربانية وشيء لابد أن يقع، يعني حتى لو ما وقع لازم تتوقع أن يحصل، حتى لو ما وقع لازم، هذا شيء متوقع، وإلا خلاص. يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين، كله يلا يلا، ما يمكن، لابد من ابتلاء، لابد من تمحيص. فإذا يعني ما يحصل هذا الطبيعي ضمن السنن الربانية متوقع جدا جدا.